السلام عليكم. اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جابكم مقطع قد سويت نفس هذه الفكرة كم مرة، لكن آخر مرة يمكن قبل شهرين يوم تنزل انجول البيضة أتوقع كنت أقولكم وش السكن الصح. جبتكم سكن انجول البيضة يسار ويمين، فقلتكم وش الصح فيه. فهذا المقطع نفس الفكرة بس هالمرة بالرقصات. طبعا هي ثلاث تحديات. أول تحدي راح أسمع الرقصتين في نفس الوقت، ولازم أحدد الرقصتين هذه وشو في وقت قياسي. يعني تخيلوا انكم تسمعون رقصتين ما تدري هذه داخله في هذه كذا مخك يعلق. بس راح نحاول نجيب الرقصات وباذن الله نجيبها. لا تنسون زر لايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين. الله يسعدكم جميعا اللي قاعد تستخدمون كود شوب. شكرا شكرا شكرا. تذكروا ان الكود يروح بعد 14 يوم، اللي ما حط الكود يحطه في اسئل. الله يسعدكم. قناتي الثانيه حقت الرياكشن تحت في الديسكربشن. هذا المقطع مو رياكشن، هذا حل الغاز عشان ما حد يشطح لي. فبسم الله خلونا نبدا في المقطع. اوكي You guess what dance, that music, that sound. اوكي. اتوقع ان رقم 9 لان سكن القطوة. طبعا هذا اول تحدي، التحدي هو انك تلقى تعرف الرقصة او تعرف الرقصة من خلال اغنية بس 15 سكن تقريبا او 18 سكن. اقول انا يا اخي كثير سكنات. انا اقول 15 اول مره اسمعها هذه. اوكي هذه حقت بوكيمين. اوكي بس وينها؟ اوه رقم خمسة حلو. بس القناه هذه يمين بالله رهيبه، عليهم تحديات فورتنايتيه كذا تعطيك شعور كذا انك ما تعرف شيء في فورتنايت اذا لعبت يعني او اذا دخلت مقاطع. 13 حق الدباب يعطي ديدبول بعد. اوكي والله رقصات كثيره، في رقصات اول مره اشوفها. منين طلعت والله جد؟ يعني صح اني اوكي ما العب فورتنايت كثير، بس انه لدرجه انك ما اشوف الشوب انا. ها ثلاثة؟ والله صدفت، اقسم بالله صدفت. هذا عارفه. اوكي اوكي وين اسألك صح؟ عشرة قاعد ادور الرقصة. يلا شفته قسم بالله، مع اني اعرف الرقصة اللي هي ستار مدري ايش. ها؟ خمسطعش وغالبا لان الوحيد اللي معه جيتار اصلا. جمع 16 ما رقت. يا الله. اوكي هذه رقصة الجالكسي. ماشي حاطي سكن الجالكسي ورقصة الجالكسي. اللي قبل شوي شلون ما شفت الجيتار الصغير ذا؟ اوكي رقم 12. انا بحاول اجاوب متاخر عشان تلحقون معي انتو. فبحاول اجاوب قبل اخر جزء من الثانية. اوكي هذا عرفته بس ما يجاوب الحين عشان انتم تفكرون بعد. المفروض اني اسويها من البداية لكن اوكي. طيب الرقصة رقم 2 ورن جستس. اوكي اللي بعده عرفتها بس قاعد ادور الرقصة. اوكي عرفت الرقصة 14 بارتي هيبس. اوكي كأني عرفتها. رقم 6 اتوقع. يب والله في اشياء كثير حليناها بس في ثنتين من ثلاث جبنا العيد فيها. اوكي أول مرة اسمع هذه النغمة. 7 أقسم بالله صدف، والله العظيم صدف. أوكي هذا معروفة معروفة، حتى الحدث حاطين له سكنه. ف سكن هو أول رقصة رقم 4. أوكي هذا الحدث كان رهيب صراحة، اللي يوم تنقص يده وزي كذا. أعرفها والله أعرفها.
8. اعرفها والله اعرفها بس الرقصة غريبة شوي. اعرفها اعرفها. خمسطعش. اقسم بالله جبت علاقة ثلاث ثواني يا ساتر. طيب انتين من هذه الجزئية والحين بنروح الجزئية اللي بعدها. لازم تعرف الرقصتين من خلال اغنيتين تشتغل بنفس الوقت. والله صعب. اوكي بسم الله. اوكي guess what two dances is the music that sound. اوكي سي واي. والله جبتها والله جبتها. والله صعبة والله صعبة. لازم اطول الصوت انا. اوكي هذه دي اللي قبل شوي ومع بوكيمين. المفروض اني ما استعجل بس اوكي لان هذه اللي غلطت فيها قبل شوي فعرفت الرقصة وش هي. اي ودي. والله العظيم رهيبة يا اخي رهيبة. فكرة انه دخل اغنيتين ببعض بدون ما يقربون على بعض ما ادري شلون. C و B. لا اي C. اوكي هذه C مع B. والله صح هالمرة مع ان نفس الجواب قبل شوي بس دفت هالمرة الحمد لله. اوكي عرفت الجواب. B و C. B و C. والله اني عارف انه بيدي. والله اني عارف بس ما ادري ليش قلت سي. اخترت نفس الجواب اللي قبل شوي ليش انا؟ والله ادري ان هذه يا اخي. والله اني ادري. شوفوا كيف. ادري انها هي اليمين والله ادري بس ما ادري ليش قلت سي. مسوي واثق بعد. والله مشكلة. اوكي. هالمرة سي ودي. اي اشوى اشوى. بغيت اغلط بعد. الله العظيم حرام. اوكي عرفتها عرفتها وسهله مره ذي. اي وسي صح علينا. حلو حلو. عرفت الرقصات بعد. سهله مره. اي ودي. والله العظيم يا اخي اهني على الغاز رهيبه. A و B. والله صح. انا متأكد من البي بس ما تأكدت من الاي صراحة ان الصوت مو بواضح مرة. هذه عاد سهلة. هذه عاد سهلة مرة مرة سهلة اللي بي و سي. ركس تجاريكس واضحة ومع التحريك الرأس هذه. وهذا التحدي مرة سهل. ايش السالفة يعني؟ اوكي الاصوات بي سي دي سي دي. كتبت سوالف بس اني بغيت اجيب العيد. اوكي عرفتها. اي ودي. حلو. فالاصوات صعب انك تجيب الصوت الثاني. الصوت الاول على طول تجيبه. اي وسي. اسمع صفقة اصابع يا اخي ليش ما جبتها؟ بي ودي ان شاء الله يعني. والله جبتها. البي مو واضحه ابدا. خفيفه صوتها خفيفه. الحين نجي تحدي ثالث اللي هو تحدي انك تعرف سكن من مجسم 3D. راح نشوف هل نقدر نجيب ولا لا. بسم الله. طيب هذا اللي هو القطوه 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 وينها؟ واحد. اوف انا جاوبت على اخر جزء من الثاني ولا ما جاوبت نسيت. هذا ما هذا ايش؟ 6 9. جبتها والله العظيم باخر لحظة. اوكي هذا معروف عاد. 8 ديد بول معروف مرة بس شوف الوقت والله كنا قصير. كم ثانية؟ اوكي هذا 15 15. طبعا جايب كل الصور على اليسار ابيض واسود عشان ما تعرف على طول. فشيء رهيب والله شيء رهيب. 3 سكن غريب لكن 3. هذا ايش؟
12 اوف جبتوا اخر لحظه يا ساتر. اوكي هذا ايش؟ والله صعب اقسم بالله صعب. اوكي هذا معروف عاد اللي هو 13. اوكي سكن لرنوب على كلامهم. طيب هذا سكن اعرفه اللي هو 7. المفروض اني ما جاوب مبكر بس 7 جاوبت اعطيتكم نص الوقت عاد. طيب هذا سكن عاد معروف مره وحاطينه كذا واضح وضوح الشمس اللي هو سكن رقم 1 سكن الدبدوب اللي صار فيه رقصة فلوس هذيك. اوكي هذا ايش هذا؟ اما هذا كمان حرم عليكم. اوكي هذا سكن معروف لان وجهه واضح يعني 11 اللي توي شلونك كمان شلون جد شلون. اوكي هذا سكن واضح من قصة شعر اللي هو رقم 6 زي ما توقعت بس حلينا والله اشياء كثير يعني. هذا عارفه أربعة 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 أربعة. أنا بغيت أجيب العيد إلا شوي الحمد لله أني جبت. هذا إيش هذا؟ 16 والله صعب شوي بس ما عرفت إلا من الرأس. هذا عارفه والله أني عارفه 10 أوف يا الله جبت قسم بالله تحدي صعب والله إنه تحدي صعب. 8 توني ادري انه لابس نظاره اللي داخل قرش ذا والله ناسي انه لابس نظاره. طيب هذا سكن 9 والله العظيم رميت الجواب كذا. اوكي اللي بعدها 12 كيف 12 ما ادري بس اني ما عندي وقت يا اخي. هذا معروف اللي هو 15 اللي قبل شوي رميت الجواب كذا. عموما بس هذا مقطع اليوم ان شاء الله مقطع يعجبكم. حابين نغير شوي على المبات ونجيب لكم الغاز كذا نحرك مخكم شوي. فاذا عجبكم مقطع لا تقصرون بالدعم لايك اشتراك كنت شوف في اس ال الله يسعدكم جميعا. على فئتين من التساب بعد شوي بتطلع لكم. شكرا لكل متابع القناه الله يسعدكم جميعا ونراكم على خير في امان الله. السلام.